تحكموا فيه. باهي النادي الافريقي يقارب في القفصه، الكلوب مستعد تلقى برشا صعوبات في تناقلات كيما هكا. اليوم شفنا الكلوب فيرسيون جديده، 3 أهداف معناها في ماتش ربحت، ما قاد صعوبات كبيره في التنقل كيما هكا. فما حاجه تبدلت في الكلوب انيس؟ اي فما برشا حاجه تبدلوا في النادي الافريقي في الوقت الحالي. فريق ما عادش عنده مشكله كي يلعب في رادس ولا خارج رادس، يعرف يجيب تراح. بالنسبه لي عقليه 3 نقاط مهمه برشا، يعني اليوم يحب يمشي بثبات في البطوله التونسيه. 3 نقاط يجيبوا خواتهم، اليوم 9 نقاط على 3 مباريات، وفي بعض الاوقات تكون مانير مميزه جدا كما مباراه قفصه اللي عمل بدايه طيبه في المباراه. الشيء اللي يعاون بيتوني باش يطبق افكاره وهو الادوات وهو القجر كيحل يلقى، يعني عنده بريسك 22 جوار ما يبعدوش على بعضهم، يغيب السيلي يعوضوا اكس، يغيب الزعلوني يعوضوا الغريسي في الوسط، ما شاء الله عندك الامكانيات الكل. مع الحقيقه مدرب فارض الديسبلين، مدرب متحكم مليح في الجروب، ما يكبر عليه حتى ملاعبي، قاعد يتجاوب مع الجروب اللي عنده. بيتوني اليوم مع النادي الافريقي ثم فكر، ثم انيماسيون. النادي الافريقي ما يلقاش مشاكل باش يخلط للاتاك، عنده ليزاتو الكل. البروفوني اليوم باش نقول المدرب قاعد ناجح بالفكر نتاعو في النادي الافريقي، عوده حمدي العبيدي، لانه حمدي العبيدي في وقت ما حمدي العبيدي ما لقاش المدرب اللي يخلي له البي سور تير، ما لقاش المدرب اللي يخدم عليه، لانه حمدي العبيدي كومام ان بون جوور لكن كاركتير يزم ارفوار الحقيقه، يزم شكون يكون اكثر قريب له يحاول يتجاوب معاه. حمدي العبيدي المباراه هذه من احسن المباريات نتاعو طول الفترة. شفناه حاسم هدف اسيست، شات كوره نحى الجارديان رجع قدام صاحبه كاش فيرغ ضيعها، فما كوره اخرى تحكي عليها مختار بعد التحكيم تاكد كيفاش فكها وكان خارج راس راس. انت حكيت على ذوما، انا باش نعطيك النقطه الاهم في هذوما الكل. حمدي العبيدي على المستوى الدفاعي في الريكوبيراسيون، وقت اللي تشوف حمدي العبيدي هو لو بريمير ريدو في افتكاك الكوره حاجه مهمه، لانه اليوم بيتوني يخدم عليه اكثر. رينا التاك اللي عامله باش فك الكوره كان نجم سجل منها هدف. لي زارير وقت اللي يكونوا عندهم كوره لي زاكسيون تاع قفصه هو اول ملاعب يضغط سو لو بلون ديسبلين تكتيك، ملاعبي ولا منضبط برشا. لكن حمدي العبيدي ماهوش مستقر الحقيقه، هذه فرصه جاته مع بيتوني يلزمو يستغلها، يخدم اكثر، يحط سقيف القاعه. ملاعبي عنده بوتونسيال كبير، عنده امكانيات كبيره في نادي الافريقي جديد، نادي الافريقي اللي تنجم تخلط له كره ما يلقاش مشاكل. النادي الافريقي اليوم قاعد الحقيقه يكتشف في برشا ملاعبيه، خاصه ايت مالك. ايت مالك اللي نعرفوه ملاعبي رواق نقاو صنع العاب، يعطيك افضل ما عنده. ليزارير موجودين كيما السيلي، لابور نتاعو سو البلوفونسيف، الزعلوني، الغريسي، الكاميروني اللي موجود في الوسط، ما شاء الله. يعني الحقيقه النادي الافريقي بثبات الموسم هذا، وهذا راهو ما جاش من فراغ، جاء الجيستيون تاع إدارة، عمل شيق وعمل كبير قاموا به في الصيف. والحقيقه من مرات القلايه كان نتذكر الفرق اللي كانت عندها صعوبات ومرات بصعوبات كبيره ورجعت في وقت وجيز. يعني النادي الافريقي في الاعوام الاخرانيه هو اخطا على مستوى الانتدابات، اخطا على مستوى الاداره، مشاكل عده. في اشهر معينه النادي الافريقي ديكليك كبير اداريا فنيا، وخاصه نهنيهم على الانتداب تاع بيتوني الحقيقه اللي لمسته واضحه، يعني لمسات نتاعو خاصه في المباريات ريناه. مدرب ما شاء الله عليه على المستوى التكتيك وفرض الانضباط، نادي افريقي بثبات مع بيتوني. مش مازال بكري باش نحكم على مدرب مجد سواليه وقال عليه. دخلت في افكاري انت، 3 ماتشات مع بنقردين ومع عمران وقفصه يجبوش توا تلزم تقيم النادي الافريقي الا ما تلعب ماتشات كبار. لكن فما حاجات تغيرت في الكوب افريكا. شو هما اللي تغير في الكوب افريكا؟ هو ساعة الجروب زاد ولا في برشا منافسه في كل بوست، ولا بريسك دو جوار معناها بريسك سوفال. وذكاء المدرب ضد قفصه، اش عمل المدرب؟ المدرب وقت حط الغريسي على اليمين وحط تيني على اليسار، اش عمل؟ عمل جاي في وسط التيران حط 3 ملاعبين نتاع كوره. غيث اول مره يلعب غيث قدام الديفونس، نحى احمد خليل خاطر احمد خليل ما يمشيش يلعب الكره لقدام، وحتى الزمزني وايت ملك. كي تشوف 3 ملاعبيه يعرفوا تشكيله هجوميه يلعبوا الكره، خرجوا الكره مليح، خلطت برشا الاتاك. الكوب افريكا خلقت الزوكازون بكراس الميليو تيرا نتاعها. دوك هنا المدرب الذكي اللي يعرف خصال ملاعبيته ويعرف وقتاش يوظفهم وقتاش يبدل ويغير. وشفنا تيني والغريس علاش لعبهم؟ خاطر ما طلعوش، عمل على وسط التيرا ونجح فيها. افيك كما قال انيس الفورم تاع العبيدي تقريبا، بالرغم اللي خضراوي توصف في 2 ماتش دو سويت مش موجود في الماتش. دونك
المدرب يعرف كيفاش يوظف المعبيه نتاعو، وهذه هي قيمه المدرب. كلوب افريكان تحسنت تطورت، لكن ما نجموش نحكموا كلوب افريكان الا متى ماتشات اصعب. لكن مجيد هنا انت حكيت، انا مع انيس راهو ثلاثه ماتشات كان جينا بالليفيكتيف نتاع مناول ما نزوش فيهم لا تخيلت لا قلنا لا معك معروف لا تبدل لازم تحكم على المدرب. لا ايش قلتك السنه قفصه كانت من ديبلاسمونات صايبه النادي الافريقي بين جردين. لكن شوف شوف العمران باللي مدته قفصه نتكلم على قفصه باش تتعب برشا السنه. اولا عامل ساعه روتار في التحضيرات نتاعها وعمل شركه مع تقويل وشوفنا سي بلون فيزيك ليكيب بيسكا زيميتون عملت البعثه على الاولمبيه ومن بعد طاحت. دونك قفصه بتلقى برشا مشاكل. باهي هاي تفضل سيد احمد كلاشيني خويا من البارح جاي باش تكلاشيني ياك ما عجبكش الستاتيو اللي كلبتو على احمد حمدي العبيدي خويا وفني كان يسكن فيه ما شاء الله. شو احنا راهو كمحللين واعلاميين معناتها والناس قاده الراي في الاعلام الرياضي راهو ما يلزمناش زاد نطيحوا فك النفخ نتاع صوره ملاعبي على باس ولا على اسيست. اولا سي حمدي العبيدي راهو اللي كنتوا تحكيوا فيه راهو عملوا ضد قوى في القفص. راهو ما عملوش ضد الترجي الرياضي التونسي ولا النجم ولا النادي الصفاقسي مع احترامنا للقوى في القفصه اللي كان ايكيب ضعيف برشا حتى على مستوى اللاعب ما حتى تكتيك مو ما فهمناش المدرب شنو يحب يعمل. لا لعب مثلا ركن الباس ولعب على كونتر لا طلع على النادي الافريقي بريسير. بهذه حاجه. حاجه اخرى ما لازمناش نتخمروا مازال بكري للحكم على النادي الافريقي. النادي الافريقي راه لعب ضد العمران لعب ضد القوافل ولعب العمران شفناه كيف به شفنا بحال السي اس اس الجمعيه احنا نبعدوا شويه عاك الانفعاليه والانطباعيه. راه مش على ثلاثه ماتشات نحكموا على النادي الافريقي كيفاش باش يكون موسمها، اما نحكموا على مدرب عارف روحه واش قاعد يعمل. على مدرب كي تشوف النادي الافريقي تلعب تحس فما خروج صحيح بالكوره، تحس فما دي سيركوي نتاع لاعب واضحين. اما هاو اللي ما حكاوش عليه الاولاد واللي ناقص النادي الافريقي هي الاجريسيفيتي في الميليو تاعنا. الميليو تاعنا تاع النادي الافريقي مازال ماهوش ميليو فكاك. ان شاء الله بدخول بتات الملاعبيه جدد هذوكم في الميو تاعنا يتحسن النادي الافريقي على المستوى هذاك ويولي بالحق فريق متكامل. النادي الافريقي مازالوا له دي ستاج جايين ضد الفرق ما يسمى بالفرق الكبرى، وقتها تو نشوفوا المستوى الحقيقي نتاع النادي الافريقي. حكيتوا على حمدي العبيدي، انا اهم لاعب في النادي الافريقي هو بلال ايت ملك. ملاعب يعطى حلول كثيره في تطوير الهجمه وفي الثلث الاخير الهجومي الاخير للنادي الافريقي ملاعب يتركز عليه اصحابه ملاعب يعرف يلعب ظهره. شفنا المدرب بدلوا البوست نتاعو ملاعب يعطى اضافه كبيره في خط هجوم النادي الافريقي باللي كاليتين موجودين عنده. اما شنو ينقص ايت مالك؟ تنقص وك اللمسه الاخيره، تنقص ساعاتك القرار الاخير نتاع الباس الاخرانيه. مازال كان يرشك اموره في الناحيه ذيك كما كتبت انت في الستاتيو. وقتها نوليو كنا نطالبوا النادي فوزي البنزرتي لانه يعيط لبلال ايت مالك في المنتخب. مازال بكري شويه ما طلبتش انت معناتها مارس ضغط غير مباشر في التدوين نتاعك. انا قلت مفضل الملاعبيه اللي تحب تمشي للمنتخب من خلال تدوين عملها هو على الملاعبيه اللي خويا ما يحبوش يجيو. هاو مريض، هاو عمتي توفات، هاو ولد عم ولا الباش توفى، هاو متقلق، هاو ما يشاركش في جمعيه. صحيح انا نحب ملاعبي هو اللي يحب يمشي للمنتخب مش اللي يتكبر على المنتخب. احنا ما نرجوه هو انه بلال ايت مالك يواصل بالطريقه هذيك وبالروح هذيك وباللكاليتي هذوك ينجم يوصل بهم للمنتخب. اما يلزم يأكد هذا في الماتش وقت جايين في النادي الافريقي.